غنصوموا هنا في العروبيه، انا غنصب الحريره في الكانون، صبها في الكانون. دابا دازت 9 ايام فصلنا رمضان، هذه السيمانه كامله دوزتها في مكناش. دابا اول نهار غادا ندوزو في العروبيه سيدي قاسم، انا غندي هذا يطيب. هذا الفيطور بعد ما ندير الزيتو، هو دابا شد هذاك العظم هذاك ديال الزيتون، يشعل مزيان طيب دغيا. خلو الحمص طيب، الحمص ونجيو نديرو. قالت بغات تصور تا العاوده ولدها. انا كنت بغيت ندير لهم فيديو من اللي كانت تولد، الساعه ما حضرت ليهاش، كنت غايبه، جيت لقيته واقف رضاع وناضع بوحدو سبحان الله العظيم. هاي ربي قادر بهم خايل صافي. الظلام خمسة هادي بغي يبقى يظلام الحيط. بسم الله ندورو الحريرة، وهادي هي الخميرة. زيدي هنا الضو، زيدي الخميرة البلدية دوري خامرة مع راسها. أما هنا لداخل راه ولا الظلام. نزيدها شويه برك. هاي لا طيب لا من حال. يلا الخمسه دابا ربع والحال فيه الغمام، غتجي الشتا. حريرة كديرة على واد الحال كيتغمم، تجي الشتا، الزيتون تيدير زهر تبارك الله، هي كتنقط الشتا، داكشي علاش الحال ظلام عندي في الكشينة، الكانون. هي كطيب خرجتها برا، على قبل الضو، ملي كانت لداخل ما كتبانش لينا على الظلمة، هي وخا حيدتها من فوق العافية وخا كطبخ. وهاد الطاجين هاد الحماس غادي نكب فيه هذيك الحريره اللي تطبخ، نكبها هنا في هذا جديد، غنبقى دائما نحط فيه هذا ونحطه في الطبله.
الخميره البيضيه نضع العويدات احنا بصحتنا انتم حقا في الجنه. يلا خليت نولي لهذا الشيء. الكرمو الشريحة اللي كنت يبستو هذا الفيديو راح حطيته يبستو. فطور بدوي بسيط